من مهرجان كان. نحييكم في فلوج جديد مع مهرجان جديد، ولكن مهرجاننا ما ابتداش من هنا، ابتدى من هنا موقعنا المعتاد في ساعة مبكرة جدا من اليوم، وده روتين أنا بعاني منه بقالي 4 أيام دلوقتي، بالتحديد الساعة دلوقتي 8:05 يوم 16/5 يوم الخميس 16/5، وأنا بصحى في ميعاد زي ده بقالي 3 أيام، ده اليوم الرابع ولسه الأمل مش كامل يعني، وهحكي لكم الحكاية دي. بس المهم ساعة دلوقتي 8:04، يعني 7:04 بتوقيت فرنسا. ليه بقى عاملين الكلام ده كله؟ علشان نوصل لهذا الموقع. ده موقع المهرجان، ده الجزء الخاص بيا في المهرجان، ده اللينك بتاع التذاكر. بدوس هنا عشان يقول لي ان التذاكر او موقع التذاكر بيقفل كل يوم من الساعة 4 صباحا للساعة 7 صباحا، وبعدين الحجز بيبتدي الساعة 7 صباحا، وبتبتدي معاه اندفاعات لافواج وافواج من البشر. انا عن نفسي كل التذاكر اللي كنت نجحت في اني احجزها في المهرجان لغاية دلوقتي حجزتها دلوقتي، يعني اول لما الموقع بيفتح، اول ما الحجز بيفتح بندفع مع الناس وببتدي حاله من حالات الهستيريا في محاوله ان انا احصل على اي تذاكر. ايه بقى التذاكر اللي انا حصلت عليها لغايه دلوقتي؟ اللي قدام حضراتكم دوت، العرض الجاي المفروض بالنسبه لي انا هو بكره ان شاء الله نص اليوم في حدود الساعه 4، كاينز اوف كايندنس، فيلم يورجوس يانتيموس الجديد بطوله ايما ستون، معايا فيلم مغربي اعتقد اسمه ايفريبادي لافز تودا، معايا او كندا بتاع بول شريدر من بطوله ريتشارد جير باين من البوستر بتاعه من الصورة بتاعته، معانا ذا سيرفر بتاع نيكولاس كيج، معانا شوية أفلام تانية، حاجات في المسابقة الرسمية، حاجات بره المسابقة الرسمية، معايا حاجات يوم الجمعة وحاجات يوم السبت وحاجات يوم الأحد، ولكن العدد قليل قوي، العدد كان أكبر من كده بكتير قوي. اضطريت أخش بإيدي أستغنى عن التذاكر، كان معايا تذكرة للعرض بتاع فريوسا النهاردة الصبح اللي هو تقريبا كمان ساعة بتوقيت فرنسا، كان معايا تذكرة لميجالوبوليس واضطريت إن أنا أرميها، وهي دي الأولوية الأساسية بتاعتنا النهاردة إن إحنا نرجع تذكرة لميجالوبوليس. أعتقد إن هو فاضل له عرض واحد أو عرضين، واحد يوم السبت واحد يوم الاحد، عاوز اجيب تذكره لي، وبعدين هنشوف ايه تاني اللي ممكن نجيبه. هو بعد كده انت ما بتختارش بقى، هو انت بتقعد تدوس واللي بيجي في سكتك ما بتقولوش لا يعني. طب ليه اضطريت ارمي التذاكر؟ اضطريت ارمي التذاكر لان انا اصلا كنت المفروض اسافر، انا كنت المفروض اسافر من اول الاسبوع الحقيقه، وبعدين بقيت المفروض اسافر يوم الثلاث يوم افتتاح المهرجان، وبعدين بقيت المفروض اسافر يوم الاربعاء تاني يوم افتتاح المهرجان، بعدين كنت المفروض اسافر النهارده، وبعدين دلوقتي الامل الاخير بالنسبه لي هو اني اسافر بكره. كل ده لان الفيزا متاخره، ما وصلتش لغايه دلوقتي حتى هذه اللحظه، انا معيش تاكيد، معيش حجز طياره، معيش حجز بيت، معيش حجز اوتيل، معيش اي حاجه على الاطلاق. وهحكي لكم حكايه الفيزا، بس احنا خلاص داخلين على الدقيقه الحاسمه، عشان بس اثبت لكم ان الغلطه مش مني، انا مش انا اللي اهملت، ومش انا اللي اتاخرت، ومش انا اللي عامل اي حاجه، حكايه طويله هبحكيها لكم. المهم يلا بينا نستعد للمعركه، يلا بقت 8 هوبا، ندي الريفرش المتين، جو تو ريزرفيشنز بسرعه. السبت ميجالوبوليس مش جاهز، انا مش جاهز، انا مش جاهز، انا مش جاهز، انا داخل متاخر وداخل بط بط بط. المشكله ان الافلام بالبوسترات بتاعتها بتتغير، انا كنت فاكر شكل بوستره من ميجالوبوليس اهو، قالي العرض اللي انا عاوزه طبعا 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 كومبلي. ده عادي، ده اللي احنا بنشوفه كل يوم طبيعي يعني. احنا العرض بتاع الجمعه دوت اللي احنا استغنينا عنه، لا في الجمعه 11 الصبح، ده مش هنلحقه كده كده، هنا مش موجود، الاثنين كومبلي. يا جماعه هو دوت اللي بيحصل كل يوم، ادخل الاقي العرض من اول لحظه كومبلي، وبعدين نبتدي نلعب لعبة الريفرش على أمل إن في حد يسيب تذكرة فأخش ألقطها. طبعا ده مش كومبلي على الجميع، ده على نوع البادج بتاعي، ودي برضو تفاصيل هنخش فيها أثناء رحلتنا، لأن في بادجات تانية ما عندهاش المشكلة دي، ممكن يكون وضعها أحسن شوية، لأن هي بالكوتا يعني بيفتحوا عدد من المقاعد لكل نوع من انواع البادجات، وطبعا اعتقد البادج بتاعي دوت هو اكتر بادج بوبولر اللي هو الموجود مع اغلب الناس يعني، فلذلك المطروح لينا بيبقى قليل، ولذلك بنتصارع عليه الصراع الصعب ده. دي نفس الطريقة اللي جبت بيها التذكرة الأولى لميجالوبوليس، قعدت ريفرش ريفرش ريفرش، فجأة لقيت الزرار طلع قدامي، رحت أبدو.
اه ياما، طب اجيب، طب هات اي حاجه، اي حاجه استر بيها نفسي. اميليا بيريز يوم السبت هات قاعدين جبنا تذكره. انت ما بتفكرش يعني، انت لما بتلاقي تذكره بتروح قابضها وما بتفكرش. ممكن بقى بعد كده تكتشف انك حاجز حاجه في نفس الوقت، او ان الفيلم اللي قبله بعيد او الفيلم اللي بعده بعيد، بعد كده ترجع تتصرف. هل في اي حاجه من الكلام دوت بيجذبنا في الديبيوسي؟ هخش الاقيها لسه موجوده يوم الاثنين. هات سوفاج 3:30 هات. يعني ما عتجبش ميجالوبوليس. قبل ما اخش هيكون راح جبته، جبته يوم السبت. اوه لا في القرور. يا واد يا واد يا واد يا ولا، وتم تأمين الميجالوبوليس الجامد. يا رب نسافر بقى. وحلو كده، في انتظار الفيزا. الساعة دلوقتي 11 إلا 5 صباحا، ولسه ما فيش أي أثر للباسبور أو الفيزا. الساعة دلوقتي 12 و22 دقيقة، وبينما أنا جالس وبستعد لتقبل الهزيمة كاملة، يأتي التليفون المنتظر والباسبور في الطريق. الساعة دلوقتي 1 صباحا، وأظن أن تواجدي في المطار دلوقتي بيعني حاجة من الاتنين، يا إما الفيزا بتاعتي طلعت وأنا بالفعل في طريق المهرجان كان، يا إما في فجوة أمنية عملاقة في مطار القاهرة. بس ما تقلقوش، مفيش فجوة أمنية ولا حاجة، أنا بالفعل في طريقي لمهرجان كان. الفيزا وصلت النهاردة بالباسبور الساعة 12 ونص الظهر كده، وبعدين دخلنا في حالة هستيريا بقى من الحجوزات ومن الحاجات. الحمد لله يعني لو الدنيا مشيت تمام يبقى الجدول بتاعي لسه قائم، وفي مجال إن أنا ألحق العروض من بكرة اللي هو النهاردة اللي هو الجمعة يعني إن شاء الله. المفروض إن الطيارة بتاعتي الساعة 3:30 هتتوجه لباريس، ومن باريس هاخد فلايت تانية لنيس، ومن نيس لكان. حاول اروح البيت الاول لاني معايا شنط ومعايا حاجات زي كده، وخليكم معايا بقى اول باول يعني لغاية لما نوصل للنقطة اللي ان شاء الله بإذن الله فيها هنكون في المهرجان ومستعدين لمشاهدة الافلام ومقابلة اصدقائنا والدخول في الاجواء والامور دي كلها. صباح الفل. دلوقتي مش هعرف اقول احنا الساعة كام لاني حقيقة فاقد الاحساس بالزمن تماما، بس المهم انا في الطيارة، في الطيارة الأولى اللي رايحة لباري لباريس. مفترض إن الرحلة فاضل عليها 40 دقيقة 37 دقيقة، لأن قدامي الكاونتر هنا بيقول إن فاضل 37 دقيقة على حاجة مش قادر أحدد قوي إيه هي. يعني الفلايت كلها ما كنتش عارف أصور أو أحكي لكم أي حاجة لأن الدنيا كانت مظلمة، أو هي ما زالت مظلمة شوية. بس كنت أتفرج على فيلم ذا هولد أوفرز أخيرا شفته، واستغليت ان في فريم ابيض قوي على الشاشه انه ممكن ينورني، وفي حاجه اسمها لو لايت في الكاميرا فسلكت يعني. المهم اتمنى تكون الدنيا ظريفه. متوتر شويه بالنسبه للخطوه اللي جايه لاني المفروض هاخد كونكتنج فلايت لنيس، ودي اول مره في حياتي اعمل موضوع الكونكتنج فلايتس ديت. يعني سافرت حبه كويسين، مش كتير قوي بس حبه كويسين، وعاده لو في حاجه ما بوصلهاش مره واحده بستغلها فرصه عشان ازور المدينه اللي في النص دي. بس المره دي لا، احنا كونكتنج فلايت على طول علشان عاوزين نسابق الزمن شويه على امل نلحق العروض الناحيه التانيه. نمت شويه بس نوم غير صحي كده، فعشان كده الاورينتيشن ابتدت تبوظ بالفعل. بس الرحله ظريفه والطياره حلوه والفيلم جامد جدا. يعني طول ما انا عمال اتفرج على الفيلم عمال اسال نفسي، هو الراجل بول جياماتي دوت لو ما كانش اشتغل ممثل كان ممكن يشتغل ايه في الدنيا؟ حاجه كده قالب. الساعة دلوقتي 8:30، وانا الفلايت بتاعتي اللي كانت المفروض تطلع من باريس تروح نيس المفروض انها تيك اوف الساعة 8:30، وانا دلوقتي قاعد في الطيارة زي ما انتم شايفين كده. طبعا الطيارة فاتتني، ده هيكلفني ساعتين تأخير لأن هم زقوني على الرحلة اللي بعد اللي بعد اللي بعدها، يعني اللي بعدها ما نلحقهاش، اللي بعدها كومبلي، اللي بعدها بقى إن شاء الله 11 الا ربع ان شاء الله باذن الله الحقها. طبعا انا اللي ما لحقتهاش دي مش غلطتي خالص، مش اهمال مني يعني، الدنيا زحمه جدا وعماله نط وقعدت اعتذر لخلق ربنا كله، مفيش بني ادم ما اعتذرتلوش، واللي يقبل الاعتذار واللي يصبر لي واللي يعمل لي، لغايه لما اخيرا وصلت. بس وصلت متاخر، كانت يعني انا وصلت قبل 8 وثلث بس طبعا هم بيقفلوا الجيت من قبل كده يعني. المهم عندي ساعتين بقى ايه اقع في غرام هذا المطر الجميل، مطر شارل سامحو شارل دوغول، وادوني فاوتشر ب 11 يورو عشان ايه اشبرق نفسي بقى في المطار طالما انا قاعد ساعتين يعني. شوف بقى لو اجر لي شقه ولا حاجه، المفروض اشرب قهوه يعني ولا حاجه زي كده، مش عارف يعني حسب الحساب بتاعي كده لازم اخد اسرع وسيله مواصلات ممكنه لما ان شاء الله باذن الله اوصل نيس للشقه اللي انا ماجرها في كان علشان الحق
اروح المهرجان اخد البادج بتاعي وابقى جاهز للعرض الاولاني متاخرش عليه. خلوكم معانا. كان العمليه كانت سهله وجميله وقلبت سبق برضو في الاخر، مفيش فايده. وصلنا مطار نيس الساعه دلوقتي 12:30، الوقت ابتدى يسرقنا. لو كنت وصلت بدري شويه كنت هقعد اتفلسف بقى في موضوع اركب ايه والكلام دوت، شكلي كده هاخد الطريق السهل علشان متاخرش وعلشان الحق اول عرض. جاكيت دوت انا لابسه مش عشان بريت ولا حاجه، ولكن عشان فاكرين القهوه اللي ببلاش اللي هم ادوها لي ديت واضح ان عليهم كانت فيها، دلقت عليا مستخبيه ورا هذا الشيء. دلوقتي مستني الشنطه تيجي على السير وبعدين نتحرك للخطوه اللي جايه. بيان فينيو انيس، انيس منصور. بصوا انتوا زمانكم زهقتوا مني، تعالوا نرجع تاني للمستقبل وناخد انترفيو. زي ما قلت لكم زمانكم زهقتوا مني، عمال اكلم نفسي من ساعه لما ابتدينا الفلوج ووعدتكم بانترفيو، ومبسوط قوي 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 ان انا لقيت الفرصه ان انا اقعد واتكلم مع وائل ابو منصور. هقول التايتل وهو هيصححني لو انا غلطان، رئيس استوديو تلفاز 11، صح كده؟ اهلا وسهلا اخ محمود، يعطيك الصحه والعافيه. اهلا بيك، سعيد بوجودي معك. اهلا بيك، سعيد جدا ان انت معانا النهارده في هذا الفلوج المتواضع في مهرجان كان. وهي النقطه ديت اللي انا كنت عاوز ابتدي فيها وكنت عاوز اعرف عنها اكتر منك، نقطه الالتقاء ما بين المهرجانات العالميه الكبرى زي مهرجان كان وما بين مشروعات تلفاز 11 وبالتحديد الجزء الخاص بالستوديوز او بانتاج الافلام في المستقبل. هو احنا بالنسبه لنا التواجد في المهرجانات مش من اجل التواجد في المهرجانات فقط، اعتقد خطتنا دائما في الاستوديو انه تكون عندنا افلام متواجده في الانترناشنال ارينا. اوكي. في السوق العالمية كان عندنا فيلم السنة الماضية، فيلمين بالأحرى، فيلم مندوب للمخرج علي الكلثمي وفيلم ناقة للمخرج مشعل الجاسر. الفيلمين كانوا في تيف 2023 مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وافتتحنا فيهم رحلة الأفلام اللي هي نسميها الأفلام الدولية اللي تتواجد في مهرجانات كبرى وبالتالي تفتح أسواق جديدة للمهرجانات. الهدف من التواجد في المهرجانات هو مش التواجد بحد ذاته، الوجود في المهرجانات هو مباشرة يفتح لك أسواق، هذا الهدف. أوكي. طبعا مش كل ما فيلم بيروح مهرجان يتوفق في أنه يكمل رحلة الريليس في أسواق اللي تواجد فيها، سواء مثلا أنت فتحت في مهرجان في فرنسا أو في إيطاليا أو في كندا، مش بالضرورة تكون متواجد في هذا السوق، لكن دائما الموزعين والسيلز والديستريبيوشن بيدوروا على الأفلام وقصص جديدة بحيث أنها تكون متواجدة في البلدان هذه. مدخلك لهذه الأسواق هو التواجد في المهرجانات، لكن التواجد بحد ذاته مش الهدف النهائي، لكن هو تواجد من أجل فتح أسواق جديدة. والحمد لله توفقنا في فيلم مندوب أنه بدأ رحلة طويلة ابتداء من مهرجان تورنتو وبعدين راح مهرجان زيورخ وسافر في آسيا وكمل رحلته وما زال إلى الآن، وإن شاء الله إحنا في صدد أنه ينزل في توزيع تجاري في بريطانيا في شهر أغسطس، وهذا بحد ذاته يعني بالنسبة لنا خبر كبير ومهم. توزيع تجاري يعني حيبقى توزيع تجاري في صالات تجارية، وبالتالي الجمهور يقدر يروح يشتري تيكتس ويتفرج عليه في الصالات. روح المغامرة انتصرت في النهاية ولقيت نفسي في باص من مطار نيس متوجه لكان. الساعة دلوقتي 1:10، ما زلنا في سباق مع الزمن، انا لسه عمال اسابق الزمن والزمن هو اللي عمال يكسب. يوم طويل وعصيب واخترت ان انا انهي بدري شوية، كان فضل عرض واحد وهو عرض فيلم او كندا. انا فعلا نجحت اخيرا ان انا اوصل للبيت، ولكن كان الوقت متاخر جدا ما لحقتش اصور اي حاجه، افرجكم على البيت، افرجكم على المكان، افرجكم على رحله الذهاب للمهرجان، افرجكم على التجربه الاولى للمشاهده فيلم كايندز اوف كايندنس بتاع يورجوس يانتيموس، شفناه بالفعل في وقت قياسي. يعني انا نزلت من البيت والساعة كام يا ربي؟ 3:30، والعرض كان يبدأ 4:15. رحت بالفعل جبت البادج ولحقت، رحت واتفرجت على الفيلم. فيش يا دوب خرجنا كلت لقمة سريعة جدا، وبعدين دخلت في العرض اللي بعده فيلم Everybody Loves Tudor، ده فيلم المغربي المتميز جدا. هيكون في فرصة ان احنا نتكلم على الافلام دي كلها واقول لكم الانطباع بتاعتها، بس معلش بقى بكرة ان شاء الله لاني استويت. كان في العرض بتاع او كندا دوت،
ما قدرتش عليه خالص، اعتذرت عنه، كنسل التيكت زي ما كنت بعمل كده لما كنت فاشل في تجربة السفر او كنت يائس من تجربة السفر. الناس بتتفرج على، كنت متصور ان المنظر هنا هيبقى طبيعي اللي انا بعمله دوت، بس مش الناس بتتفرج على ايه. يتهيألي كده هنكولت بقى، انا هروح دلوقتي محتاس بدور على محطة الاتوبيس اللي المفروض اركبها علشان اروح وانام شوية. يتهيألي هيبقى في فرصة نتكلم كلام بقى مترستق بكرة ان شاء الله، وضروري ضروري ضروري يكون في ريفيوز. صباح الفل. الساعة دلوقتي تجيلها 10:15 كده ولا حاجة الصبح، نمت. يا جماعة أنا عايز أقول لكم حكمة تعلمتها في هذه الرحلة وفي هذه الساعة. أولا لازم يكون باين أن أنا عاوز أوريكم الفيو بتاعي. أنا عارف مش باينة، المشكلة في الإضاءة وده، مفيش طبعا أنتوا عارفين مفيش حد في فيلم حتى عارف يحل المشكلة اللي أنا فيها دي، بس ده الفيو بتاعي يا جدعان. أولا أنا الشقة اللي أنا فيها جميلة جدا جدا جدا، كنت محظوظ بيها الحقيقة. في تفاصيل كتير في الرحلة ديت، زي ما في تفاصيل كتير ما كنتش محظوظ فيها، في تفاصيل كتير كنت محظوظ فيها، منها الشقة جميلة بصراحة والفيو بتاعها يعني حاجة كده تهدي الأعصاب وتنسي الواحد الدنيا. من شوية بقى حلقت كده في البلكونة نسيت ورايا إيه. ورايا إيه بقى، هي ديت المشكلة. امبارح زي ما قلت لكم كده كان يوم هستيري شوية، والدنيا بقى ابتدت تتكربس على دماغي وقلة النوم تعبتني وبتاع، فكنت خلاص يعني حسيت إن إيه الدنيا خرجت بره السيطرة وإن يا رب ألحق أعمل أي حاجة وبتاع. وبعد كده النهاردة بعد ما نمت، رجعت امبارح طبعا أنتم متخيلين، فبعد ما نمت وصحيت خدت دوش وظبطت حالي كده وبتاع، حسيت ايه فيش حاجه في الدنيا ما تتصلحش بنوم كويس بالليل وفطار حلو الصبح ودوش وفطار حلو الصبح، تلاقي كل حاجه في الدنيا راقت وجميله وبتاع. مهم عدلت شويه في الجداول بتاعتي طبعا في التذاكر عشان الفيلم اللي وقعته امبارح بالليل اللي هو او كندا بتاع بول شريدر، رجعت حجزته تاني النهارده بدل حاجه من العروض بتاعت نص اليوم. طبعا عملت الكلام دوت والنص نايم امبارح مش مركز، بس بصيت على جدولي النهارده لقيت فيه ميجالوبلس الساعه 11:30، ده في السينيوم اللي هو السينما، مجمع السينمات يعني الخاص بالمهرجان ده، غير ارض المهرجان نفسها. على فكره ارض المهرجان نفسها بمنتهى الامانه مش مبهره خالص خالص يعني، بقى عايز ابقى اتكلم معاكم بالتفاصيل في الموضوع ده. ده ميجالوبلس. بعد كده في او كندا رجعت حجزته في نص اليوم في حدود الساعه 4:05، بس ده هيبقى في ارض المهرجان بقى فهنرتحل. وبالليل في فيلم اسمه رومرز، مش متاكد اذا كان حلو ولا لا، انا حجزته ساعه لما كنت في حاله الهستيريا بتاعت الحجز وانا في مصر عشان بس ما بقاش سايب سبوت فاضيه. هنسال هنا اصحابنا، قابلنا ناس كتير من معارفنا ومن اصدقائنا الحقيقه، وان شاء الله هيبقى لهم نصيب ان هم يظهروا معانا في الفلوج، اسالهم كده على رايهم في الفيلم واذا كان في حاجه افضل احجزها ولا لا، لان هم طبعا اغلب الناس هنا بقى لها موجوده في المهرجان قبلي بيومين ثلاثه، ففي حاجه كتير شافوها فممكن يدونا ترشيحات وريكومنديشنز وكلام زي ده. في كمان ايفنت مهم في نص اليوم مش عايز اقول لكم عليه دلوقتي الا لو رحتوا، علشان مش متاكد ان الوقت هيسمح، بس اتمنى ان شاء الله اروحه واتمنى افرجكم على حاجات لطيفه فيه ان شاء الله، هيكون ايفنت حلو. وهي دي الخطه وهو ده التشكيل. طبعا مش ناسي الريفيوز اللي ورانا، عندنا كايندز اوف كايندنس لازم نتكلم عنه، عندنا ايفريبادي لافز تو ده الفيلم المغربي الافضل في رأيي على الأقل، ماليش دعوة، عايزين نتكلم عنه. طبعا أفلام النهاردة عايزين نتكلم عنها، فلازم النهاردة نبتدي نبص في موضوع الريفيوز وبتاع. السينيوم ده أول مرة هروحه، أنا البيت اللي أنا واخده والشقة اللي أنا قاعد فيها في نص الطريق بالظبط ما بين الاثنين، بس هما الاثنين بعيد جدا عن بعض، فانا الشقه بتاعتي بعيده عن الاثنين يعني ساعه الا ربع في اتجاه المهرجان ونص ساعه في اتجاه السينما. بس انا صاحي النهارده مروق ومبسوط، فهتمشاها خصوصا ان في وقت، وانا في الطريق لو شفت حاجه لطيفه ولا افتكرت موضوع حلو ولا بتاع احكي معاكم فيه، نونس بعضينا لغايه لما نوصل ان شاء الله. صباح مشرق بالامل، صباح الامل والعمل، صباح الرزق والحلال. يا جماعه النوم بيعمل حاجات عظيمه في البني ادم والله. ساعات كده الحياة بتقدم للبني آدم هدايا غير متوقعة. أحب أقدم لكم أقل طابور في كام، ما بين ثلاث طابور وقفت فيهم خلاص، ما أنا عارف يعني والله، بس مش عايز تفكروني يعني، عايز ألعب دور الخبير وخلاص.
I will switch it off. It didn't work. Oh, I thought it was about the camera. Sometimes the problem. Now it works. Yes, it works. All right. افتكرتها عايز اقفل الكاميرا. برضه الانسان حاسس بالذنب باي ديفولت كده. اقعد فين يا ولاد؟ نقعد نطمع قوي ولا مفيش داعي نطمع قوي؟ عشان برضه هفهمكم حاجه حلوه ومهمه في الظروف اللي زي دي. ايه بقى الحاجه اللي هي لغايه دلوقتي فاهم الدرع ده غلط؟ بيقول لك ايه بقى؟ اهم حاجه واول حاجه السينما دي احلى من السينما الثانيه طبعا. واضح ان دي سينما بتذاكر وبتاع، ما فيهاش بقى عنصر التاريخ والجغرافيا والاصاله والعراقه والحاجات اللي صراحه ما بتفرقش معايا كتير دي. فطبعا جميله والكراسي واسعه والحياه جميله وقاعد مرتاح ومبسوط والشاشه شكلها طبعا افضل بكتير وبتاع. انا عايز احضر اكبر عدد ممكن هنا كمان يمكن عشان النهارده السبت فالدنيا فاضيه شويه عن امبارح. امبارح كان عذاب. فالمواصلات كمان كانت سهله وجميله ووصلنا ببساطه وبتاع. لسه مكتشف دلوقتي ان الكرسي من تحت ممكن احط فيه الشنطه. الله، مش عايز امشي، انا عايز اقعد هنا على طول. الحاجه الثانيه ما تقعدش تزنق نفسك في كرسي بقى بريميوم قوي في وسط الناس قوي وكلام زي دوت، عشان في افلام هتعوز تمشي في نصها، ولما تيجي تعمل كده هيبقى شكلك وحش. فلما تبقى قاعد على الاطراف زي ما انا عامل كده ممكن تروح متزفلط من غير ما حد يحس بيك، وده هيكون افضل للجميع. اورحت ميجا لوبولوس تايم. الساعه دلوقتي 3:15. بحر يا جماعه، شايفين البحر؟ واضح عندكم البحر؟ بقالي كتير عمال اشوفه كفكره في خيالي مش اكتر، واتفرج عليه من البلكونه. لا، البحر راح فين؟ البحر مشي تاني. خايف اكون بقى بعمل الغلطات بتاعت اللي بمشي في حته العجل ومعرفش ايه والكلام ده. مهم، رايحين حفله الجونه، مهرجان الجونه، مش عارف حاجه جونه في الموضوع. رايح متاخر، يا رب الحق منها اي حاجه. طيب، خلصنا الحفله بتاعت مهرجان الجونه، كانت على يخت، مش عارف يخت نجيب ولا يخت سميح، حد من الاثنين. معلش بقى الجو هناك ما كانش يسمح خالص بموضوع الصور والكلام ده، زحمه جدا ومزيكا عاليه جدا. بس قابلنا ناس كتير ظريفه حبايبنا. قابلنا شوقي، وقابلنا طارق، وقابلنا امجد، وقابلنا امجد ابو العلاء، وقابلت حسين فهمي. صورت مع حسين فهمي، شفتوا الامل اللي انا فيها وكده يعني. وكلت الحمد لله، حللنا فلوس الاوبر، ودلوقتي متوجه مره اخرى للبالي اللي هو الحته الرئيسيه بتاعت المهرجان علشان اشوف فيلم بول شريدر او كندا. ده كان المفروض الفيلم اللي هشوفه امبارح الساعه 10 بالليل، وبعدين ما قدرتش. استنى، الكاميرا فشخت ظهري. الشنطه ولا ايه؟ كاميرا ايه اللي فشخت ظهري؟ اسمها كاميرا فشخت ظهري. كده في حاجه فشخت حاجه؟ لا، كده ارحم شويه. اوكي، وقررت بقى ايه، اتمشى لغايه الباليه دوت. المفروض ان التمشيه حسبه نص ساعه، فقلت احرق منهم شويه معاكم، نتكلم عن حاجه بقى من الافلام اللي احنا شفناها. وخلونا نبتدي بفيلم يورجوس يانتيموس، فيلم كاينز اوف كايندنس. الفيلم ده المفترض زي ما طارق شرح لي جزء من ثلاث مشاريع تقريبا عملهم يورجوس يانتيموس تقريبا مع نفس فريق التمثيل اللي هم ايما ستون وفيلم ديفو ومارجريت كوالي. المره دي بنضم لهم جيسي بليمن. فالفيلم الاول اللي احنا شفناه اللي هو كان بور ثينجز، والفيلم الثاني اللي بيتعرض دلوقتي اللي هو كاينز اوف كايندنس. لو افلام يورجوس يانتيموس بشكل عام الناس بتقول عليها افلام مش ابروتشبل، فده قد يكون اكتر مشروع مش ابروتشبل لي اكون شفته في حياتي. يعني ما شفتش دوك توت اللي هو فيلمه الاولاني، بس شفنا ذا فيفرت، وشفنا ذا لوبستر، وشفنا بور ثينجز. فالفيلم دوت هو اكتر فيلم مش ابروتشبل عمله. ده فيلم بقى مهرجاناتي من المقام الاول، حاجه صعبه شويه يعني. لاي اسباب بقى هقول لكم، بس خلوني الاول احكي لكم الاستراكشر بتاع الفيلم. هو عباره عن ثلاث قصص منفصله تماما، نفس الممثلين بس مش نفس الشخصيات. كل واحد في كل قصه بيلعب شخصيه مختلفه. القصه الاولانيه بتدور عن زوج بيعاني او ما بيعانيش. هو طبيعه حياته ان مديره او رئيسه في الشغل بيتحكم في كتير من تفاصيلها، وهو بيحاول يهرب من التحكم دوت. بعد ما بيطلب منه طلب هو بيعوز يرفضه. انت لو رفضت طلب الراجل ده معنى كده انك بتخرج من سيطرته، بتخرج من حمايته، بتخرج من حياته. فبعد ما بينجح في ان هو يعمل كده وبيبعد عن حياه مديره ده، ما بيبقاش متاكد قوي ان هو دوت اللي هو كان عاوزه. فعلا نقول ان ده ايه الاطار اللي عامل الحدوته يعني. نعمل كده؟ والله انا حاسس اني هتوه، هو ما تخليني ماشي كده وخلاص. الحدوته الثانيه بتدور عن ضابط مراته بتختفي، وبعد ما بتختفي بفتره بترجع، وبعد ما بترجع بيبتدي يشك ان اللي رجعت ديت مش مراته. الحدوته الثالثه بتدور عن ام وزوجه بتنفصل عن زوجها وعن بنتها، وبتنضم الكالت كده، عندهم بعض المعتقدات والامور اللي مصدقينها، وبيحاولوا يبحثوا عن شخصيه بقدرات خارقة
خاصة وشخصية ديت أو البحث دوت هو اللي بتركز عليه القصة والتقلبات اللي بتحصل بعد كده. أنا لما أحكي لكم الكلمتين دول تحسوا طب ما ده كلام جميل، حواديت أهي. أنا ما أعتقدش أصلاً إن يعني الحواديت بتدور بالظبط زي ما أنا قلت كده، يعني أنا حاولت أشفيها بس عشان أقولها بشكل مفهوم، لكن هي في إطار الفيلم نفسه مش كده خالص، هي مليانة إشارات ومليانة رمزيات ومليانة ما بين السطور، هي أصلاً ما فيهاش حاجة فوق السطور، هي كلها ما بين السطور وفيها طبعاً المكونات اللي إحنا متعودين عليها وعارفينها من أفلام يورجوس يانتيموس، المحتوى الغريب بشكل ساخر، المحتوى المقرف، حاجات كتيرة جدا صعبة، المحتوى الجنسي الزائد جدا جدا جدا، والكثير والكثير من الكوميديا اللي بتنطلق من ان الاطار اللي احنا بندور فيه اصلا علاقات انسانية غريبة ما هياش طبيعية اساسا، فطبعا بينتج عنها مواقف كوميدية حقيقي تفجر الضحك، يعني تلاقي نفسك بتضحك من قلبك يعني وانت بتتفرج، وتقريبا هو دوت المكسب الوحيد اللي انا شخصيا طلعت بيه من الفيلم، المواقف الغريبة اللي بتنطلق من الاطار الغريب اللي الاحداث بتدور فيه. بس فيلم طويل جدا طبعا، الثلاث قصص دول بيتعدوا الثلاث ساعات، مش قادر اقول ان انا انبسطت في تجربة المشاهدة، واعتقد ان الفيلم دوت هو طبعا مستحيل يعرض بشكل رسمي عندنا في المنطقة العربية الا لو ما بقاش لو اتعرض مش هيبقى 3 ساعات ولا حاجة، هيبقى حاجة قصيرة جدا، فلما تشوفوه ايا كانت الطريقة اللي هتشوفوه بيها هتفهموا قصدي وهتعرفوا قد ايه هو فيلم حقيقي صادم، تعالوا نقول كده. وان كان يعني من الافلام او من العروض، انا شفت 3 عروض لغاية دلوقتي، ده اقل عرض الناس قامت في نص وقررت انها تمشي، واكتر عرض كان بيلاقي تفاعل من الاودينس وضحك بصوت عالي زي ما قلنا وحاجات زي كده. بيتهيألي ما عنديش اكتر من كده اقوله عن الفيلم بشكل مجمل، الفيلم ما عجبنيش قوي انا شخصيا لو هقيمه، ما اعتقدش ان انا هدي له اكتر من 6 من 10 مثلا. القسم المشترك ما بين الحواديت اللي احنا بنتكلم عليها ديت انا شخصيا ما لقطتوش، يعني احاول تربطه شويه بالاسم بتاع الفيلم عنوانه كاينز اوف كايندنس، يعني يمكن لما يختمر شويه في مخي اطلع بنتائج افضل من كده او حاجه اوضح من كده، بس في حدود دلوقتي دي الانطباعات اللي عندي. ايه خلصنا ريفيو، هيا يلا بينا نركز في طريقنا بقى علشان نشوف الفيلم اللي بعده، واقابلكم تاني النهارده في نقطه ما عشان نتكلم عن فيلم تاني. ودينا رجعنا تاني وبينا بنتفرج على افلام وماشيين على البلاج وبنتصور وكل حاجه زي الفل. طابور تاني وطابور جديد من نوعه بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، على البحر على البلاج عشان نشوف فيلم بول شريدر وكندا، الفيلم اللي هربت منه امبارح بالليل فقرر انه يعاقبني النهارده الصبح. مش فاهم ليه المره دي التجربه مختلفه، حاسس ان رايح الملاهي، بس انا مفيش فيلم ولا حاجه، احنا في الاخر هنعدي من البوابه دي وبعدين هنركب الحلزونه. وخلصنا فيلم بول شريدر او كندا بطوله ريتشارد جير واوما تيرمان. انا مش عارف الناس دي عايزه مني ايه بصراحه، لغايه دلوقتي مش مبسوط يا جماعه. فيلم الواحد عنده شويه حماس يتكلم عنه ما بين كل الافلام اللي احنا شفناها. طبعا فيلم كوبولا هتكلم عنه بكل تاكيد ميجالوبوليس علشان انتوا اكيد مستنيين يعني ومهتمين، وانا اكيد مهتم وعاوز استغل فرصه ان انا شفته يعني واتكلم عنه. بس اللي يفتح النفس شويه للكلام هو ايفريبادي لافز تودا، تودا الفيلم المغربي هنتكلم عنه طبعا. فيلم بول شريدر وكندا ده حاجه عشوائيه جدا جدا جدا، يعني حتى مش قادر اتكلم ان ليها ابعاد فنيه قوي تستاهل التامل بعكس افلام تانية مثلا شفناها، هو مش كتير قوي بس كان ليهم ابعاد فنيه ومفهوم انك بتحاول تعمل حاجه تبعت حاجه وبتبدع حتى فنيا على الاقل يعني. المهم انا كان عندي عرض كمان اللي هو فيلم رومرز دوت، لغيته عشان انا عاوز اكل، والاكل هنا صعب يا جماعه، صعب صعب تلاقي مكان تاكل فيه، الناس ده زي ما يكونوا مانيكانات كده جايين بالكراسي جايه بالناس بتاعتها، محدش بيقوم، فيش حاجه اسمها ترابيزه فاضيه في اي حته في الدنيا ممكن تقعد تاكل حاجه، ومشي كتير وبتاع، بس انا لا انا عايز اكل وجبه محترمه كده اقعد اكل واشبع بصراحه يعني. موضوع السندوتشات والكلام دوت مش جايب معايا، فانا هشوف حته اكل هتصرف وهاكل وبعدين اروح ان شاء الله باذن الله على ماتش الاهلي والترجي، نشوف بقى هنتفرج عليه ازاي. وفي النقطه بتاعت الاهلي والترجي ديت انا عندي سماح، لو عرفت اوصل باي طريقه اوصل باي طريقه علشان اتفرج على النهائي ان شاء الله. يلا باي باي.